يمكن نقدر نقول ان الزمالك افضل معنويا من الاهلي. الزمالك جاي من فوز على غزة المحلة 2-0، والاهلي جاي من خسارة من بيراميدز بنفس النتيجة 2-0. ولكن المشكلة هنا مش في الخسارة، المشكلة هنا في اسلوب اللعب واداء النادي الاهلي اللي ما كانش موجود في ارضية الملعب، وروح الفريق برضو اللي كانت غايبة وما كانتش موجودة في أرضية الملعب. لو هنبتدي نتكلم عن نقطة الضعف الموجودة عند الفريقين، لو هنبتدي نتكلم عن الأهلي، فنقطة الضعف الملحوظة للجميع إن المدرب عايز يطبق أفكاره، ولكن المشكلة في اللعيبة. اللعيبة مش قادرة تنفذ التعليمات دي، مش قادرة تلعب الأدوار المركبة اللي بتطلب منها، وشفنا دوت خاصة في ماتش بيراميدز الأخير. إن الأهلي مش عارف يخرج بالكرة ومش عارف يبني لعب من تحت، فبالتالي بيلجأ للكرات العمودية والكرات الطويلة، مع إن بيبقى فيه كذا خيار متاح ليك إن أنت تقدر تبني لعب من تحت سواء عن طريق علي معلول أو كريم فؤاد، ولكن كنا بنشوف محمد الشناوي أو أيمن أشرف دايما بيلجأوا على طول من غير تفكير للكرات الطويلة العمودية، وبالتالي أنت بتخسر الكرة وبتدي الكرة للخصم بتاعك. زي ما هنشوف في الصور هنا، كريم فؤاد لازق جنب لاعب بيراميدز، وهنا سواريز بيزعق له وبيطلب منه ان هو يروح في المساحة علشان يكون اوبشن لزمايله ان هم يخرجوا من الضغط المكثف اللي عامله فريق بيراميدز عليهم. وفعلا كريم فؤاد اتحرك في المساحة، وهنا يجي دور ايمن اشرف المفروض كان يلعب له كرة علشان يتحول من البيلد اب او من مرحلة بناء اللعب للبروجريشن، مرحلة التقدم، ولكن ايمن اشرف خد قرار مختلف تماما وان هو لعب برضو الكرة العمودية الطويلة اللي راحت لأحمد الشناوي، وما استفدناش بالكرة وخسرنا الكرة. غير محمد الشناوي اللي كل ما ترجع له اي كرة من غير تفكير بيشتتها وبيلعب الكرة الطويلة، وتحس ان هو مش عايز يغلط للمرة الثالثة قدام بيراميدز، فمن غير تفكير من غير ما يبص على الخيارات المتاحة اللي قصاده فبيبتدي يلعب الكرات العمودية الطويلة اللي دايما بنخسرها، لان مفيش متابعة من حسام حسن او مفيش الكثافة العددية من لعيبة الاهلي قدام انها تقدر تستفيد من الكرات العالية. وطالما مفيش تطبيق للافكار واسلوب اللعب، فبالتالي بتشوف عشوائية في القرارات من لعيبة النادي الاهلي، ودوت اللي خلى الراجل يطلع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ويقول ان اللعيبة ما نفذتش اي حاجة خالص من التعليمات اللي انا قايلها، وده حق الراجل، مفيش عشم بينه وما بين اللعيبة علشان يقدر ان هو يحمي اللعيبة او يقول مثلا ده المسؤولية عندنا، ولكن هو مفيش عشم، فبالتالي الراجل قال كل اللي عنده بكل صراحة يعني. غير طبعا الغيابات اللي موجودة عند النادي الاهلي، عندك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وعندك ميكيسوني وبيرسيتا ومحمد هاني، فكل دي غيابات هتأثر بشكل كبير جدا على تشكيلة النادي الاهلي قصاد الزمالك. اما نقطة الضعف اللي موجودة عند الزمالك فبتتمثل في غياب سيف فاروق جعفر ومحمد اشرف رؤى عن تشكيلة الفريق. لحد دلوقتي الجهاز الطبي ما حسمش موقف رؤى هل هيلعب ماتش الزمالك قصاد الاهلي ولا لا، ولكن لحد دلوقتي مفيش حاجة. فلو اعتبرنا ان محمد اشرف رؤى برضو غايب، فكده الزمالك بيواجه مشكله كبيره جدا في مركز 6. يمكن في الماتشين اللي فاتوا للزمالك لما شفنا محمد عبد الغني بيلعب في مركز 6 حسينا بحاله توهان من اللاعب، هو مش عارف امتى يضغط على الخصم، مش عارف امتى يقفل ممرات التمرير، فحسينا بحاله توهان كده. فلو الزمالك غاب عنه محمد اشرف رؤى او سيف فاروق جعفر عن الماتش دوت، فهيعاني كتير جدا، وخصوصا ان المركز 6 ده مركز حساس، هيعاني كتير جدا دفاعيا وفي نفس الوقت هجوميا في مرحله بناء اللعب. اما نقطه الضعف الثانيه هي لو الزمالك لعب ب 3 4 3 ب 2 وينج باكس، مشكله الطريقه دي ان الزمالك بيلعب بدفاع متقدم، في اي كوره طويله الاهلي ممكن يقدر يستغلها، زي ما شفنا في مباراه الاخيره بين الزمالك والاهلي اللي انتهت 2-2. شفنا الجون الاول رامي ربيعه لعب ثرو باس ورا مدافعين نادي الزمالك، وقدر محمد شريف بعد خطا محمد عبد الغني ان هو يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. فالكرات دي برده شفناها كتير جدا في ماتشات قبل كده لما الزمالك بيلعب ب 3 4 3، هو ان هو بيلعب بدفاع متقدم، في اي كوره ورا خط الدفاع بتاعه لو المهاجمين متمركزين بشكل كويس وقدروا ان هم يهربوا من موقف التسلل، فهيشكل خطوره بشكل كبير جدا على نادي الزمالك. اما نقطه القوه الموجوده عند الناديين، فنبدا بنادي الزمالك. نقطه القوه عنده بتتمثل في الوينجين بتوعه سواء زيزو او اشرف بن شرقي. يمكن اشرف بن شرقي ممكن تحس ان هو في اوقات كتير من المباراه مختفي تماما، ولكن هيفضل اللاعب السوبر اللي يقدر يخلص لك المباراه سواء بتسجيل او عن طريق الصناعه. نقطه القوه الثانيه اللي موجوده عند الزمالك هي التحولات بين الخطط. يمكن شفنا فيريرا عنده القدره ان هو يقدر يتحول ما بين خطه للتانيه، شفنا في مباراه غزل المحله الاخيره كان الزمالك مفيش ليه شكل هجومي في الشوط الاول، ولكن قدر بتغييرتين سواء عبد الله جمعه او سواء شيكابالا ان هم يغيروا من شكل منظومه نادي الزمالك تماما. بقى شفنا تهديدات على المرمى، شفنا اهداف في الشوط الثاني، قدر نادي الزمالك ان هو يخلص المباراه في الشوط الثاني بعد نزول شيكابالا والتحولات في الخطط اللي حصلت. فدي هتبقى نقطه مميزه جدا عند فيريرا يقدر ان هو يستغلها بشكل كبير جدا، وعنده عناصر تقدر انها تفيده بشكل كبير جدا في احداث التغيير في المباراه، زي طبعا شيكابالا وزي
سيد نيمار، معرفش مين هيبدا، سيد نيمار ولا عبد الله جمعه ايا كان مين هيبدا، فيقدروا يعملوا تغييرات مع طبعا سيف الدين الجزيري لو ما بداش المباراه ونزل كده دي. فاعتقد كل دي اوراق عند فيريرا يقدر ان هو يحدث بيها الفارق. اما نقطه القوه عند الاهلي هي لو اللعيبه قدرت انها تنفذ تعليمات سواريز، وهو بذات نفسه طلع واشاد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه وقال ان اللعيبه ادت وعملت التعليمات بشكل كويس جدا، فلو قدروا ان هم ينفذوا التعليمات بشكل كويس جدا وقدروا ان هم يخرجوا من مرحله لمرحله من فيز لفيز من بناء اللعب للتقدم للانهاء، فلو قدروا ان هم يتحولوا من المراحل دي بكل سلاسه وبسهوله، فاعتقد اقول لك ان الاهلي هتلاقيه بشكل مغاير تماما عن مباراه بيراميدز. هنشوف مباراه زي مباراه فيوتشر الاهلي قدر ان هو يكسبها بسهوله، وده على فكره برضو هيعتمد بشكل كبير على الزمالك هيبدا ازاي. الزمالك هيبدا زي بيراميدز، هيلعب بضغط عالي بضغط مكثف على الاهلي من البدايه، وهيقدر ان هو يجبر الاهلي على الكرات الطويله وعلى ان هو ما يقدرش يخرج بالكره بسلاسه عن طريق بناء اللعب من تحت. فدوت برضو بيعتمد على الزمالك هيبدا ازاي، هيبدا بضغط عالي وبضغط مكثف ولا هيبدا بميديوم بلوك. نقطة أخيرة عايز أتكلم عليها، وهي إن لو نفرض إن لعيبة الأهلي ما قدرتش إنها تنفذ تعليمات سواريش، فلازم يكون عند سواريش بلان بي، لأن إحنا شفنا في مباراة بيراميدز إن سواريش كان عنده إصرار إن هو اللعيبة تنفذ التعليمات بتاعته، إن اللعيبة هتخرج برضو من تحت بالكورة، إن اللعيبة، فالإصرار دوت على ان هو يقدموا نفس اسلوب اللعب اللي هو ويطبقوا نفس اسلوب اللعب دوت ما افادكش بحاجه، بالعكس اللعيبه ما كانتش قادره انها تنفذ الاسلوب بتاعك، وبالتالي لما ما قدرتش انها تنفذ فشفنا عشوائيه، فبالتالي شفنا ان انت خسرت المباراه. فلازم يكون عند سواريش بلان بي، ان هو لو لا قدر الله اللعيبه ما قدرتش انها تنفذ، اللعيبه كان شكلها وحش جدا مثلا خلال الشوط الاول، فلازم يكون في بلان بي تقدر انها تغير الوضع، زي فيريرا كده لما بيعمل، لما مثلا في طريقه ما نجحتش مثلا سواء 4 4 4 3 3 ما نجحتش، فبيغيرها وبالتغييرات بتاعته بيقدر ان هو بيرجع للمباراه. فلازم يكون برضو الحته دي موجوده عند سواريش علشان يقدر يرجع عليه المباراه، لازم يكون في بلان بي. نيجي لاخر حاجه وهي التوقع، فانا هتوقع فوز النادي الاهلي 2-1 او باي نتيجه، مش شرط النتيجه دي يعني، لان انا ما اعتقدش ان لعيبه الاهلي هتسمح ليها والجمهورها ان هي تخسر مباراه تانية على التوالي، وانها تخسر الكاس كمان. يمكن خساره من بيراميدز خساره مؤلمة جدا لجماهير النادي الاهلي، لان هي بنسبه 60-70% هي خسرت الدوري، مش عايز اقول بنسبه 100%، ولكن اعتقد ان لعيبه الاهلي عودتنا دايما انها لما مثلا بتفشل في حاجه فبتلعب بروح وبكل امكانياتها انها تجيب مثلا بطوله الكاس، او مش هيبقى مثلا خسرنا دوري وخسرنا كاس. فلا اعتقد ان الاهلي هيلعب برجوله، هيقدر بشكل كبير جدا ينفذ تعليمات المدرب ان هو يلعبوا برجوله، ونشوف الروح بتاعه النادي الاهلي اللي عودونا عليها، ويقدروا ان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. فانا اتوقع ان شاء الله فوز النادي الاهلي. بس كده تكون خلصت حلقتنا، كان معاك محمد علاء، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت اول مره تشرفنا، ونشوفك ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله، سلام.